ما هي أسباب الفشل الكلوي وكيف ممكن نحن نقي منها؟ هي الوقاية للكلية كونه أغلب أسباب القصور الكلوي ما بتؤدي لألم بالكليتين، فمشان هيك الوقاية هي الأهم. يعني نحن إذا عرفنا الأسباب بدنا نقدر نعرف الوقاية. الداء السكري من أهم أسباب رقم واحد لإصابة الكلية بالقصور الكلوي. فالإنسان اللي مصاب بداء السكري لازم يعرف أنه هو مصاب بداء السكري، ولازم يعرف في نفس الوقت وطبيب السكري يشرح له أنه أنت بدك تتابع وظيفة الكلية. صحيح. فاحتمال كتير نكشف خلل بوظيفة الكلية بشكل مبكر قبل ما يتطور لقصور كلوي من فحص بول بطريقة معينة، فينا نعرف أنه صار في إصابة بالكلية. مشان هيك الوقاية أهم من العلاج. صحيح. نفس الموضوع إذا المريض عنده ارتفاع ضغط شرياني، أغلب العالم يفكروا انه الضغط الشرياني لازم يسبب صداع والام راس وكل الشغلات هاي. هذا حكي غير مزبوط اطلاقا. فاحتمال كثير الانسان عنده ارتفاع ضغط شرياني هو لا يشكو من شيء، واحتمال يكون عنده صداع وضغطه طبيعي، فما في هالترابط بين الاثنين. فهذا الامر اذا الانسان عنده ارتفاع ضغط شرياني واستمر لفتره طويله وغير مسيطر عليه قد يؤدي لضعف وظيفه الكليتين. مشان هذا موضوع الوقايه اهم من العلاج. نحن نسعى دائما حاليا بمشفى الشرق بالفجيرة متوجهين ان شاء الله، طبعا مع توجيه من الاداره، انه نحاول نكشف اسباب القصور الكلوي بشكل مبكر.